جئناكم ضموا إلينا بكم. معارك هنا ومسيرات ومظاهرات هناك، مطالبات بتطبيق العزل، قانون العزل، وتهديدات بحل البرلمان. قضايا كثيرة يتحدث عنها المصريون في الشارع وعلى المقهى أيضا، ونحن معكم على الهواء مباشرة من على المقهى. نلتقي. من على المقهى، قضايا كثيرة، ولكن عن ماذا يتحدث رواد المقهى؟ أسأل حضرتك أول حاجة، إيه أهم الأخبار اللي بتتابعها أو كنت متابعها الأسبوع اللي فات؟ الأسبوع اللي فات كان فيه أو هذا الأسبوع بدأ بأحداث كثيرة جدا ولا زالت تتوالى، أنت تابعت إيه؟ الأسبوع ده بدأ طبعا بأحداث مهمة جدا، كان أولها والنقطة المهمة جدا اللي هي محاكمة رئيس محمد حسني مبارك وأعضاء النظام السابق، وكانت دي نقطة جوهرية جدا في الفترة اللي فاتت. انت تابعت المحاكمة ازاي؟ هل اتفرجت عليها في التلفزيون؟ بعض اللقطات منها، لان انا كان في الوقت ده كان ظروف شغلي يعني كانت ما بتسمحش، بس انا عارفة ان كل الناس كان حتى في شغلها كان بتتفرج. لا بس انا كانت ظروف شغلي فعلا ما كنتش متابع اصلا، يعني ما كنتش، بس كنت متابعها بصورة متقطعة يعني. وتوصلت ان الموضوع يعني هو كل ان الرئيس محمد حسني مبارك مجناه، هو معوقب بيه، مجناه ما هو معوقب بيه، بس طبعا في احتقان دلوقتي بسبب الحكم الصادر بخصوص وزير داخليته واعوانه وخاصة جماله علاء. نعم، وزير الداخليه خد مؤبد برضو. انا شايف ان الحكم ما يشفيش غليل المصريين بالنسبه للاحداث اللي حصلت في خلال سنه ونص. ان المحاكمه دي بالذات تحديدا كانت مهمه للمصريين. اي نعم حكم الرئيس، واحنا عارفين ظروف، واحنا عارفين ان الحكم مسيس تماما، ودي نقطه انا واثق منها، بس الحكم كان المفروض ان هو يكون قوي جدا على بقيه الاعوان وخصوصا ابناء الرئيس السابق واعضاء وزاره الداخليه جميعا. طب هو كان بيتابع هذا الموضوع، حضرتك كنت بتابع ايه؟ طبعا نفسه ولا حاجه ثانيه؟ لا، الموقف الاقوى اللي يشغلني انا اكثر الانتخابات الرئاسيه اللي هي الاعاده ما بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق. وطبعا اللي اثار انتباهي قوي ان لسه في ناس يعني بتجمل الصوره، ولسه في ناس ماشيه ورا النظام القديم والفلول والنظام القديم اللي هو كل مساوئه وكل سلبياته وبكل طريقته. انا بدعي الناس كلها اللي شافت المحادثات بين الناس ما بين المرشحين يتذكروا الناس اللي كانوا بيكلمونا زمان على الاشياء الجميله اللي هتحصل في مصر والدنيا الجميله، الوردي والبونبوني والكلام اللي بيقولوه ده، ويشوفوا الناس الثانيه الطريق الثانيه. يعني علميا معروف ان تعدد الطرق يؤدي للنجاح، والعدم الذكاء تماما وسوري يعني البلاهه ان انا امشي في نفس الطريق اللي بقع فيه كل يوم وافضل مصر على نفس الطريق. يعني هو بالنسبه يعني لك هو الفريق احمد شفيق انت بتتكلم عنه؟ بالظبط. يعني هم بيخوفونا من الاخوان المسلمين، وطبعا الجهات الاعلاميه وبعض السلطات القويه في البلد متابعين الفريق احمد شفيق ومساندينه. بس ايضا لا نستطيع ان ننسى انه المرشحين في ناس راحت صوتت لهم،
يعني في ناس راحت انتخبتهم هم ما وصلوش للمركز ده. انا من رايي من وجهه نظر الشخصيه ان التصويت كان للفريق احمد شفيق لاهداف فوق اهداف الوطن لصالح شخصيه يعني. لكن اعتقد اللي انتخب الدكتور محمد مرسي ما كانش ليه اهداف شخصيه، يعني انا انتخب راجل اول مره يمسك السلطه، على عكس ما انا انتخب رجل ممكن يكون انا من يعني من وراها هكتسب شيء شخصي. فانا شايف من وجهه نظري ان الفريق احمد شفيق هو رجل النظام السابق، وهو لحد الان انا لا اتخيل انه احنا ممكن ننتخب واحد متهم في موقعة الجمل، متهم في موقعة ناس ماتوا فيها. وعلى العموم انا بقول وبقدر الرساله دي، اللي يا جماعه ينتخب واحد من الفلول وابنه يموت في المستشفى او يتجلد في السعوديه او يحصل له اي حاجه او امين شرطه ياخد منه اتاوى او ما يلومش غير نفسه. ده رايك ونحن نحترمه طبعا. انتقل اليك يا ام هايدي منوره القهوه. الله يخليك. انت بتتابع ايه بقى؟ انا مع احترامي للاستاذ انا بعلق على طريق كلامه ان هو بيقول لك النظام القديم واحنا والاخوان، واحنا رشحنا الاخوان في الدوره اللي عدت بتاعت البرلمان. البرلمان دي ما شفناش حاجه منهم. يعني انا لحد دلوقتي ما اعرفش مين السيد العضو اللي المفروض عن دايرتي هنا اللي انا رشحته الحريه والعداله. وكتبت اسمه كده وقلت هيبقى اللي جاي احسن، ما اعرفش هو مين. ولا مره لقيته بيمر في الشارع ده بيشوف اهالي الناس اللي هم ادوا اسمه عايزين حاجه. رغم ان بس هو شغلته مش في الشارع، هو شغلته في البرلمان. او شغلته احنا العضو اللي قبليه كان بيعدي. يعني كان كل فتره بيعدي بيشوف الناس بيسلم على الناس، بنحس ان هو نازل معانا في وسطينا حتى قريبين منه، لكن احنا اصلا ما نعرفش هو اسمه ايه. فهماني؟ دي اول حاجه. بنتكلم بقى على الرئاسه اللي جايه، سواء كان ده او ده احنا عايزين الدنيا تستقر. سواء كان اللي هي من فلول او من غير الفلول، سواء اللي هو هيمسك، احنا عايزين الدنيا تستقر، نقف على رجلينا شويه ونشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. بعد 4 سنين لو ما عجبناش هيروح ويجي غيره. ما احنا عايشين 30 سنه. هو الناس عارفه بقى انه اللي هيجي ده ما نعرفش نوديه. ما احنا ما نعرفش بقى ايه. معرفش نروحه. زي البطيخه بقى المقفوله، فاحنا مش هنقعد نموت في بعضنا كده لغايه ما هنجيب واحد نفصله على مقاسنا. ما احنا دلوقتي عايشين من غير كرامه، ضابط الشرطه بيتضرب قدامك وانت واقفه، فما بالك انت هيحصل فيك ايه وانت ماشيه لوحدك في الشارع؟ بس الظلم كان في سرقه، كان في كرامه، كان في امان قبل كده؟ لا، كان في كرامه. ضابط الشرطه كان بيهين المجرم عشان هو مجرم. كان بيهين قليل الادب عشان هو قليل الادب. كان بيقتل المجرم عشان هو مجرم؟ كان عشان مجرم. ما دلوقتي هو بيتضرب. بالظبط. دلوقتي انت لو ماشي واحد ضربك على قفاك عمرك ما هتقول انت بتعمل ايه؟ لانك انت ما تقدرش تكلمه. انا عندنا هنا كله بيتخانق بالمطوه، كله بيتخانق بمسدس، كله بيتخانق بقله ادب. ما فيش احترام لاي حاجه، كان في خوف زمان. بس كان في ناس برضه بريئه وكانت بتتبهدل زمان. لا بس مش بالطريقه دي. هي ونفس الطريقه. لا مش بالطريقه اللي احنا وصلنا لها دي خالص. احنا كده ما عندناش كرامه. ممكن امشي جنب الحيط من الدريه لو واحد يجي يضربني وانا ماشيه ومش هقدر اتكلم. طب انت متابعه؟ انا لو جريت وراها هين نفسي. ما هو ده اللي حاصل الايام دي في الشارع. متابعه ايه تاني يا مواد؟ متابعه مثلا مليونيه بكره؟ عارفه ان في بكره مليونيه؟ لا انا مش متابعه كل الاحداث اللي بتحصل، انا عايزه الدنيا تقوم على نفسها، ايا كان الرئيس اللي هيترشح، ايا كان اللي هينجح، انا عايزه نسلك طولنا الاول، وبعد كده لما احنا زي اللي من غير كبير. فاحنا عايزين كبير نرد عليه. كله بيخبط في بعض. بس يمكن حد يقول لك شويه عايزين، يمكن حد يقول لك انه كان في كبير. محمد مرسي ده ولا نعرف مين حمدان حماد صباح ده، ولا نعرف مين الاخوان اللي احنا رشحناهم في انتخابات الرئاسه. وهل تعرفي مين هو احمد شفيق؟ اعرف هو كان من النظام السابق بس فاهم الدنيا. ماشي، هيطلع حرامي، هيطلع فيه العبر، بس الدنيا تزبط شويه. ما انا بقول لك ايا كان اللي عايز، انا ما عملت الثوره. الناس عملت الثوره. الناس الفاضيه اللي عملت الثوره، الناس اللي فاضيه هي اللي عملت. يبقى انت ضد الثوره بقى. انت انتخبتي في انتخابات الرئاسه؟ انا انتخبت في ده. عمرك انتخبتي قبل كده؟ لا، على طول بنتخب في انتخابات الرئاسه. لا، في انتخابات الرئاسه اول مره انتخب. من طيب انتخابات مش الرئاسة. ده في حد ذاته مش واحد من مكتسبات الثوره انك اخيرا بتنتخبي رئيس بتاعك بدل ما بقاله 30 سنه مفروض عليكي. احنا هي الثوره ما هي قامت وقلنا هندي فرصه ست شهور. هو لو حسني مبارك ده اتعدم انتوا هتستفادوا ايه؟ الناس اللي هي بتطالب بعدمه، هو كده كده ميت. عشان ارتكب جرائم يا فهماني ازاي؟ هو كده كده ميت. خطر. هو الضرب في الميت حرام زي ما بيقولوا. هو ما قالكوش انزلوا وموتوا نفسكم وقولوا ارتكب جرائم. ما حدش بيموت نفسه يا ام هايدي. واتقتلوا. طيب ده رايها؟ ده رايها؟ انت جالك وقت من الاوقات، سوري معلش، يعني انت بتنزلي بال 50 جنيه بترجعي من غيرها.
صح ولا مش صح؟ لا انا جاي وقت من الاوقات دلوقتي ان انا خايفه انزل امشي في الشارع لوحدي. بالظبط كده. في النظام السابق بقى اللي انت بتتكلم عليه ايه اللي حصل ده كده ليه؟ بتتكلم هل مالكيش قريب؟ مالكيش قريب؟ مالكيش واحد ان ده ده رايي ده رايي قطاع موجود في الشارع رايك نفس الحكايه خلاص ده رايك ونحن نحترمه ورايها ده رايها مالكش دعوه بيها ماشي. بس هو ردا على كلامها ان بتقول الجرائم دي كانت موجوده قبل الثوره وبعد الثوره لا 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 ما كانتش بالطريقه والفوضى كانت موجوده قبل الثوره وبعد الثوره ولكن لا الناس لا لا لا. نفسها الناس نفسها حست ان الرقيب اختفى فالناس انت نفسها انت بتتكلمي عشان انت في الشارع وشغلك متاثر انا بتكلم ان انا شغلي في الشارع وشغلي متاثر طب ما احنا في الشارع برضه وشايفين الشارع يعني ازاي بس في ناس بتقول ان الثورات الثورات دايما بيحصل فيها كده لغايه ما الدنيا تتظبط طبعا الثورات دايما بيحصل فيها كده لغايه ما الدنيا تتظبط دي مرحله انتقاليه حضرتك دي مرحله انتقاليه احنا بقى لنا سنه ونص بنتكلم سنه ونص بنتكلم ومفيش حاجه اتظبطت احنا في الاسوء مش في الاحسن طيب احنا قدام رايين عكس بعض خالص حضرتك كنت بتتابع ايه بقى طبعا بحكم عملي انا محامي فيعني اكثر الموضوعات اللي شدتني خلال الفتره اللي فاتت موضوعات المحاكمه المحاكمات اللي تمت لرموز النظام السابق وسلسله المحاكمات المستمره في قضايا قتل الشهداء يمكن يعني الحكم اللي طلع ضد الرئيس مبارك وضد وزير الداخليه السابق فيما قضى فيه بالاشغال الشاقه المؤبده للرئيس مبارك ووزير الداخليه كان مرضي طبعا في يعني لقطاع كبير من الشعب لكن بقيه الحكم او يعني البنود الاخرى في الحكم اللي صدرت بتبرئه المساعدين وتبرئه علاء وجمال مبارك ثم الانتفاضه اللي قامت او حاله الغضب اللي قامت في الشارع ضد الاحكام ومن ثم ابتدت اراء تطلع تقول ما ينفعش يا جماعه نعلق على احكام القضاء لا يجوز للناس انها تعلق على احكام القضاء طبعا بحكم تخصصي انا حابب اقول نقطه ان ما فيش حاجه اسمها لا يجوز التعليق على احكام القضاء انا محامي يا فندم لا فكره ان لا يجوز التعليق على احكام القضاء دي انا متفق في 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 رايي او 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 في جزئيه من الراي ده ان العامه لا يجوز ليهم التعليق على احكام القضاء طيب. سواء قدحا او مدحا او ذما لكن المتخصصين لا مانع ان احنا نعمل حلقه نقاشيه او برنامج زي برنامج حضرتك نناقش فيه الحكم من جوانب قانونيه مفيش حاجه اسمها ابدا طب لكن انت بصفتك محامي تعلم انه القاضي بيحكم على حسب الاوراق اللي معاه تمام النهارده على سبيل المثال في الصحف نشرت حيثيات الحكم الصادر بتبرئه الضباط في قتل المتظاهرين في كرداسه والمحكمه اشارت فيه بشكل صريح ان النيابه قصرت في جمع الادله وان النيابه كانت بتبتغي من وراء امر الاحاله تهدئه الراي العام فهل ده ينفع احنا كلامنا دلوقتي بنوجهه بقى لرجال السلطه القضائيه هل ينفع ان النيابه العامه تعمل قضيه وتشتغل فيها وفي الاخر الهدف او الغايه منها انها تهدي الناس طب فين العداله هو في الاخر يعني اسف بالتعبير البلدي اللي هقوله يعني يا فرحتنا ان احنا بعتنا 20 ضابط اتحطوا في القفص وتصوروا وهم داخلين وخارجين من المحكمه وفي الاخر القضيه انتهت الى لا شيء بس انت برضه كمحامي ما ازاي تحكم على واحد القاضي ما عندوش يا فندم انا متفق مع سعادتك تماما ان القاضي بيحكم بما جاء امامه من الاوراق احنا بنتكلم دلوقتي على القصور اللي حصل في من جانب جهاز النيابه العامه النيابه العامه ده فرع من فروع السلطه القضائيه فرع اصيل من فروع السلطه القضائيه النيابه كانت بتبتغي من التحقيقات دي انها تهدي الناس زي ما حصل في قضيه مثلا الرئيس مبارك فيما يخص قضيه الفيلات يعني النيابه كانت تعلم علم اليقين ان الموضوع الفيلات او التحقيق تقادم وسقطت بالتقادم ورغم ذلك قدمت المتهمين بيه قدمت الرئيس مبارك وحسين سالم ونجليه نجلين الرئيس مبارك امام المحكمه بتهمه التربح او استغلال الوظيفه وهي تعلم علم اليقين ان القضيه دي او ان التهمه دي سقطت بالتقاضي تمام يعني انتم كباقي المصريين كنتم اهم خبر كنتم بتتابعوه الاسبوع اللي فات هو المحاكمه الرئاسه او المحاكمه والرئاسه طبعا انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا على المقهى بشكركم جزيل الشكر مشاهدينا بعد هذا الفاصل نلتقي على المقهى مره اخرى ونناقش مع بعض اخرى